انهيارات أرضية وتدمير الجسور والسدود، حيث ساء الوضع بسبب الأمطار المستمرة وغمرت المياه ملايين المنازل. وقتل 5 أشخاص على الأقل وفي بدان العشرات في فيضانات بشمال شرق الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن مقتل 5 أشخاص وفي بدان العشرات بينهم 23 جنديا في شمال شرق الهند بعد هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية تسببت في فيضانات مفاجئة وكارثية. وتشهد البلاد اضطرابات جوية بعد أن اجتاحت العديد من الولايات الهندية وتسببت في أضرار واسعة في الممتلكات والبنية التحتية، وتسببت في حالة من فوضى حيث سقطت أمطار عادية غزيرة غير مسبوقة تسببت في فيضانات كارثية أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في المناطق وغمرت العديد من الشوارع وحولتها إلى بحيرات، كما غمرت العديد من السيارات والمنازل والمحال التجارية وتسببت في اختناقات مرورية، كما تسبب هطول الأمطار الذي فوق القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف المياه في العديد من انهيارات المنازل والانهيارات الأرضية. وتسبب في قطع الطرق والكهرباء عن عدد كبير من المواطنين وغمرت المياه محطات المترو والسكك الحديدية. وقد أدت الأمطار إلى إثارة الفوضى في البلاد، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة لكل من تقطعت بهم السبل في هذه الفيضانات، وتم رفع حالة الطوارئ في البلاد ووضع المنطقة في حالة تأهب. وقد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على العديد من الولايات في مناطق متفرقة خلال الأيام القادمة، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات جديدة وسيول. وقد نبهت على المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع السيول، كما طالبت الحكومة الهندية المواطنين باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر والأودية وعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ومتابعة جميع الأخبار الجوية. وتستمر السلطات الهندية في تقديم المساعدات لكل من تقطعت بهم السبل، وتمثل الحالة الجوية الغير مستقرة في الهند خطرا كبيرا على الأرواح والممتلكات، وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر الفيضانات، حيث تم نقل ما لا يقل عن 1500 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، وتم تعطيل الدراسة وتوقف حركة المرور بعد أن هطلت على المدينة أكثر من 850 ملم من الأمطار. पानी तल खुद्दे कंट्रोल रूम माथि وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في تدمير جسور ومباني وجرف مركبات، حيث أن الهند تتعرض خلال الآونة الأخيرة لموجات من الطقس السيء، حيث شهدت البلاد في مناطق متفرقة أمطار رعدية وعواصف قوية تسببت في حدوث سيول جارفة وفيضانات.
जुन देखिरहेको चाहिँ मुनिपट्टिको मल्लीग्रहण हो. मल्लीग्रहण त टोटल तपाईँको पानीहरू पर्सेर हो, मल्लीग्रहण नै छैन हो फिलहाल हो. त्यहाँदेखि तर यो पारिपट्टिको रोड पनि छैन हो. त्यहाँदेखि यो तिम्रो टोटल मान्छेहरू सरेर चाहिँ सबैजना चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ माथि 40 सेटमा आइसक्यो हो. त्यहाँदेखि यो चाहिँ मल्लीग्रहण हो. मेन चाहिँ जुन हाम्रो मल्लीग्रहण त्यहाँ चाहिँ पानी पसेर चाहिँ फिलहाल दाङ्गो मल्लीग्रहणै बगाइसक्यो भन्ने. प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आइरहेको छ र यो सिरवानीको ड्याम हो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चुङथाङमा जुन चाहिँ आज बिहानै आज बेलुकी भनौँ यो झिल बर्स भएर वाटर लेभल एकदमै हाई राइज भएको छ र यो सिरवानी ड्यामबाट हामी हजुरहरूको सामु प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आइरहेको छ. सिरवानी ड्याम र यो सिरवानीको जुन चाहिँ पुल छ इस्ट सिक्किमबाट साउथ सिक्किम कनेक्ट गर्ने यो क्षतिग्रस्त भएको छ भने यहाँबाट जुन चाहिँ यो ड्यामको अवस्था हजुरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. जति पनि वाटर यहाँबाट निक्लिने दुईटा जग्गा ब्लक भएको छ भने एउटा जग्गाबाट मात्रै यहाँबाट पानी निक्लिरहेको छ. وترجع هذه الاضطرابات الجوية نتيجة التغيرات المناخية حيث أنها تقع في منطقة معرضة للأعاصير الموسمية التي تتسبب في هطول أمطار غزيرة وتشكل السحب. र हजुरहरूलाई फेरि जानकारी दिनुपर्दाखेरि यो दृश्य हो सिरवानी ड्यामको र यहाँ जुन चाहिँ तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्थ्यो पहिला एउटा ब्रिज थियो इस्ट सिक्किमबाट साउथ सिक्किम कनेक्ट गर्ने यो क्षतिग्रस्त भइसकेको छ भने अहिले पनि सिक्किमबाट इस्ट सिक्किमबाट साउथ सिक्किम जाने एकमात्र पुल जो चाहिँ मामरिङ ब्रिज छ त्यो मात्रै रहेको हामीले अहिले